أطلق الفنان والملحن فضل سليمان أغنيته الجديدة ثلاثة برا، وهالأغنية بتحمل توقيعه كملحن وعم يحقق عبرها نجاح جيد. لو في مني ثلاثة برا كنا احتلينا المجرة، كنا نظفنا هالجو من كل الناس المضرة. فضل سليمان وثلاثة برا، مبروك. الله يبارك فيك. حقيقة أنه الغنية عملت لي إحساس جديد بأنه ممكن الملحن إذا فكر يعمل غنية ينزلها، فأنه يقدر يستفيد من هذا الطقس الحلو، بأنه خي في شيء جديد عم ينزل، بيستخدم طريقته الخاصة، بيستخدم أفكاره اللي هو ممكن يكون عم يسوقها لفنانين فأنه هن ما عم يتقبلوها، فأنه هو بيطرحها بالسوق، والحمد لله أنه العالم تقبلت هذا الموضوع. أغنية ثلاثة برا هي تاني عمل خاص لفضل بعد أغنية طلع عيونه، فشو الفرق بين هالعملين؟ هذا تاني عمل خاص لك من بعد طلع عيونه. مزبوط. طلع عيونه عمل مختلف تماما، هو كان كلام مازن ظاهر، إنتاج أند بيوند، وعمل درامي بيشبهني كملحن يعني، بس هذا العمل بيشبه السوق العربية أكثر، بيشبه العالم إذا بدك، قريب لروح العالم. وخليني يكون حقيقي يعني منصف في الموضوع، أنه كان التفكير بيني وبين عمر صباغ أنه تعال نعمل جو جديد، فركبنا الموسيقى، حكينا مع يورجو خليل، قلنا له تفضل، كتبنا يعني عملنا طقس عام للغنية، ركبناها من الصفر والحمد لله. أثناء لقائه مع ألا أكد فضل أنه أغنية ثلاثة برا كانت معمولة لنجم معروف، تحفظ عن ذكر اسمه. هاي الغنية عملت لنجم نجم الأسئلة السريعة هو للسامية روح علي بيون. هي صراحة عملت لنجم وما زبطت، ورجع سمعها كمان نجم تاني، فانه خي لا ما قصاصه وهيك، قلنا له اوكي، لانه نحن مأمنين فيها يعني، ان كان عمر صباغ وان كان يورجو وان كان انا، وهي انت شركه نرد، فالكل امن بالعمل، قلنا خلينا نشتغل. مين بيرك لك بثلاثه برا؟ مين من الفنانين اصحابك دقوا لك وبيركوا لك قول لك كثير حلو الاغنيه؟ اول حدا بيرك لي هو نوال الزغبي، ومروان الشامي، نادر أتات، كتار أصدقائي صراحة يعني، ما بدي أظلم أو أنسى يعني، بعتذر، بس من المحطات اللي كانت كتير غالية على قلبي كلهم صراحة، وكلهم شكرا. لو كل العالم غدروك جرب مرة قصدني، إذا ما كنت بظهرك واقف تحكي عني وعاتبني. وصرح فضل انه في اغنية انعرضت على عدة فنانين من سنتين بس ما حدا اخدها وخبرنا عن السبب. هلا في اغنية محضرة بدك تسمعها لحدا وما ياخدها ونسمعك عم تغنيها قريبا؟ في غنية لا كنت مسمعها لاكثر من حدا وما اخدها ورح غنيها قريبا. وعد والله 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 شو هي؟ والله سمعانينها اكثر من حدا وصلى سنتين عندي. ليش برايك هذه الاغنيه بالذات صار لها سنتين عندك وسمع اكثر من نجم وما اخذوها؟ برايك ما لقوا حالهم بهذا الستيل الغنية اللي عم تسمعون اياها، او كيف بفضلوا غير نوع موسيقى؟ او خبرني شو الاسباب اللي كانت عم تجي؟ هلا هي المشكله من عندي مشان نكون حقيقيين، لانه دائما لما بكون عم حضر لفنان او نجم بكون عم باخذ بعين الاعتبار هو وين مكانه هلا بالسوق العربيه، شو النجاحات اللي عملها، قديش المساحه بالصوت بالشكل بكل الموضوع بكون كله عم بدرسه. فلما بتكون عم بتقدم غنية لنجم بتكون بتشبهه له، لما بتروح عند حدا تاني بيقول لك خيي هي ما كتير بتشبهني، هاي مش انا يعني. هلا عند السماع الاول بس ما تتاخذ، انا بكون بعرف انه الغنيه خلص ما رح تتاخذ، فانا بكنسلها بلغيها. هلا بترجع اغاني بتتوفق بانه بيسمعها فنان تاني بياخذها، بس على الاغلب عندي ما كتير بيروحوا الاغاني لما ما بياخذها الفنان بكون عم بيشتغلوا عليها، فانا بعرفها هاي الخبريه، لانه بكون عم بيشتغل بشكل ما عندي مكتبه تجي تقول لي اعطيني غنيه بقول لك يلا خذ واتساب 14000 غنيه، ما في عندي يعني. هو انا بروح بسمع غنيه واحده أو غنيتين الماكسيموم مثلا، فإنه إذا ما اتاخدت غنية تانية يعني بكون عم سمع غنيتين، إذا واحدة ما اتاخدت فإنه ممكن إنه خيي ممكن لمين تلبق، ممكن لفلان، فإنه ما بتزبط خلاص أوكي الغنية
ما بعد تتسمع لحدا. وبالحديث عن الألحان، كشف فضل عن تحضيره لعدة أغنيات رح تبصر النور بالفترة القادمة بأصوات عدد من الفنانين. شو في ألحان عم تتحضر ولمين؟ هلأ عم حضر للذهبية نوال الزغبي، غنية حلوة، وعم حضر لنادر أتات، كمان غنية حلوة إن شاء الله تكون حلوة، وعم حضر لمروان الشامي غنية بتنزل إن شاء الله بعد كم يوم، عندي عمل مع عباس جعفر كمان، وعندي عم حضر بألبوم فارس كرم 3 أغاني، وإن شاء الله يا رب يعني لقدام شوف شو الله بيوفق. وبعد ما ذكر فضل فارس، أنا سألوا عن سبب عدم تواجدهم مع بعض بالفترة الأخيرة من بعد ما كانوا ينشروا عدة صور بتجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي. انبسطت قلت لها عم تحضر شيء لفارس كرم من بعد الفترة، ما عدنا شفناكم سوا على السوشيال ميديا من بعد ما كنا نشوفكم تقريبا كل أسبوع يمكن سوا ينزلكم فيديو، يعني هلأ كنتوا فترة غايبين عن بعض، هلأ قلت لي في عمل، خبرني شوي أكثر. فارس كرم من أكثر الأشخاص الغالين علي، وهو خي حقيقي وصديق سند. القصة اللي صارت هي مشكلة عندي أنا، يعني أنا شاءت الأقدار بأنه أنا مر بفترة زمنية صارت عندي خسارات كبيرة روحية، يعني توفت أمي وخيي، فأنا شوي بعدت عن كل العالم، ما بقى قدرت هيك اختلط مع العالم ولا قدرت تكون حقيقي مع الأشخاص، لأنه أنت بدك تروح تقعد مع فارس بدك تضحك كل الوقت وبدك تكون مبسوط كل الوقت، وحدا بتحبه كل الأد لفارس، فأنت ما فيك ما تكون حقيقي قدامه، فبدك تكون حقيقي بدك تزعله، وفارس حدا حساس كتير، فما بدي فوت الأشخاص اللي بحبهم بهذا الترب النفسي صراحة. وبالعودة لأغاني فارس، قال فضل أنه في أغنيتين جاهزين ويمكن يكون في أغنية رابعة. 3 أغاني. ثلاث أغاني. إيه. حلو. يعني 3 أغاني بالألبوم. بالألبوم إيه. حلوين. حلوين كتير. كم متى صار جاهزة؟ هلأ اللي جاهزين 2، الثالثة على الطريق، وما بتعرف يمكن يكون في واحدة رابعة. لوين أخذنا بهالثلاث 4 أغاني؟ هلأ جاي فارس لعندك ولا فارس أختك لعنده؟ هلأ فارس ما بيروح لعند حدا، فارس هو يعني هو شكله مكانه بالنهاية تاريخ فارس كرم، يعني ما أنت ما فيك تقرب على هاي هذا التكوين، بس تشتغل على أنه أنت يضيف لك وتضيف شيء، يعني نحن بالليلة بدنا نولعها، حبك برم، عموعدنا ولا شو، سمع سمع، كل هو الأغاني بتخيل عملنا إضافة مع بعض، وهلأ بتخيل رح نعمل إضافة جديدة. أما عن الأغنية اللي عم بحضر لها للنجمة الذهبية نوال الزغبي، فكشف إنها أغنية رومانسية. وعن العمل اللي عم يتحضر لنوال الزغبي، شو فيك تخبرنا عنه؟ الغنية تبعت نوال الزغبي رومانس، موضوع حب، شكل الغنية يشبهنا كتير، منا دراما ومنا كلاسيك، وما فينا نقول هذا الرأس الهوانم، يعني الإيقاع الطربي شوي، بس مش طرب، يعني احنا مش رايحين طرب، احنا رايحين ستايل حلو يعني جديد. ثانك يو فضل، انبسطنا كثير معك واخذنا كثير قصص مهضومه، ونحن اكيد رح نرافقك بكل عمل بكل نجاح بيرافقك فيه. بتشرف انا، شكرا لك وشكرا لاغاني اغاني، وانا دائما بكبر فيكم وبشكركم والله. وقف جلس وطي صوتك ما تحكي بصريخ، بفهم العالم من نظره بدوخن تدويخ، اذا بتوقف حدي مره بتدخل التاريخ، جرب وقفلك شي مره في مني تلاقي مره.